السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان اليوم العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية والدولية. فرنسا تحذر مما أسمته بتجاوز الخطوط الحمراء في سوريا، واتهام ألماني لروسيا وإيران بعدم الإيفاء بالتزاماتهما. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، وزير الخارجية يؤكد أن قبرص تلعب دورا مهما في توضيح حقيقة قضايا المنطقة للدول الأوروبية. يتجدد اللقاء الإخباري على أونلايف. أهلا بحضراتكم، أهلا بك أحمد. أهلا بك نهى، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بداية هذه الجولة بالعلاقات المصرية الإماراتية. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم تناول العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبو ظبي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويبدأ الشيخ محمد بن زايد زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين. علاقات تاريخية طويلة الأمد تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، إذ يقفان جنبا إلى جنب في جميع القضايا سواء السياسية منها أو الاقتصادية. المزيد في هذا التقرير. ترتبط مصر والإمارات بعلاقة استراتيجية وثيقة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا سيما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخما غير مسبوق في الآونة الأخيرة، تبلور في صورة مشروعات تنموية مشتركة تصب في مصلحة الشعبين المصري والإماراتي. ولم تتوانى دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل من التقارب العربي الذي يعود إلى ما قبل عام 1971. الصادرات المصرية للسوق الإماراتية حققت زيادة كبيرة خلال العام الماضي، حيث سجلت 2,500,000,000 دولار، فيما تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمته 6,200,000,000 دولار في 868 مشروعا. تعمل في قطاعات الاتصالات والبنوك والتطوير العقاري والسياحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الزيادة الملموسة في الصادرات المصرية للسوق الإماراتية نتجت عن نجاح وزارة التجارة والصناعة في الترويج للمنتجات المصرية، لا سيما أنها تتمتع بتنافسية كبيرة في السوق الإماراتية نظرا لجودتها العالية وأسعارها التنافسية. وعقب انتهاء اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة أوائل الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة. وزارة الاقتصاد الإماراتية أكدت في وقت سابق أن ملاحظات المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في مصر تراجعت بشكل كبير، لا سيما عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مراكز خدمات المستثمرين، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات على راغبي الاستثمار في مصر. العلاقات بين مصر والإمارات تتميز بالخصوصية والاحترام المتبادل، ما ينعكس إيجابيا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية سواء على المستويين السياسي والاقتصادي أو على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. هذا ويبدأ الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا مساء غد الأربعاء زيارة رسمية للقاهرة تستمر 3 أيام. ومن المقرر أن يلتقي مارسيلو دي سوزا خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا طوادروس الثاني، كما يزور مجلس النواب ويلتقي برئيسه علي عبد العال، كما من المنتظر كذلك أن يلقي خطابا في جامعة الأزهر، ويشهد كذلك افتتاح منتدى الأعمال المصري البرتغالي المشترك.
انطلقت بالرياض أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 29 والتي تستضيفها السعودية الأحد المقبل. هذا وأكدت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية على دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في كلمتي عبد الرحمن بن إبراهيم الرصي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتخصصة والسفير علي العايد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية في كلمتيهما الافتتاحية في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، وأعربا عن الأمل في أن تشكل قمة الدمام منعطفا جديدا في مسيرة التضامن العربي ومواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية. وجهت الحكومة السورية دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من المنظمة للتحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. وأكدت الخارجية السورية في بيان لها عزم الحكومة السورية تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة للبعثة لكشف حقيقة ما وصفته بالادعاءات التي تروجها بعض الأطراف الغربية لخدمة أهدافها السياسية بحسب البيان. كما أعربت الخارجية السورية عن أملها في أن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة وأن تعتمد على ما أسمتها أدلة ملموسة وذات مصداقية. وفي الأزمة السورية حذرت الحكومة الفرنسية من تجاوز الخطوط الحمراء في سوريا مؤكدة أن فرنسا سيكون لها رد في مثل تلك الحالة. كما أشارت إلى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تؤكد مبدئيا على استخدام أسلحة كيميائية. أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقال إن روسيا وإيران لم تفيا بعد بالتزاماتهما فيما يتعلق بسوريا. أضاف المسؤول الألماني أنه من غير المقبول عدم تحميل أي طرف مسؤوليته تجاه ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية، متعهدا بمواصلة بلاده الضغط على روسيا بشأن دورها في سوريا. وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة رد عسكري جماعي على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في دوما سوريا. يأتي هذا بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة حال شن العملية الأمريكية. تدور كبير تشهده الأزمة السورية وتصعيد من جانب الأطراف الدولية المختلفة المهتمة بدرجة أو بأخرى بالملف السوري. فالولايات المتحدة وبحسب مسؤولين تدرس ردا عسكريا جماعيا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في دوما. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي قائلا خلال اجتماع مع قادة عسكريين إن القرار سيتخذ سريعا. ندرس هذا الموقف بمنتهى الحرص ونتحاور مع العسكريين وكل من له علاقة بالأمر، وسنتخذ قرارات حاسمة خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة. نحن نشعر بالقلق الشديد عندما يحدث شيء مثل هذا لأن الأمر يتعلق بالجوانب الإنسانية ولا يمكن السماح بحدوثه. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن أي خطط، لكنهم أقروا بأن الخيارات العسكرية قيد الإعداد. ورفض البيت الأبيض ووزارتا الدفاع والخارجية التعليق على خيارات محددة أو ما إذا كان العمل العسكري محتملا. وأشار مراقبون إلى أن فرنسا وربما بريطانيا وحلفاء في الشرق الأوسط سيشاركون في أي عملية عسكرية أمريكية في سوريا. وتوقع الخبراء أن تركز الضربات الانتقامية إذا وقعت على منشآت مرتبطة بما ورد في تقارير سابقة عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. كانت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة قد قالت إن واشنطن سترد على الهجوم الكيماوي على دوما سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا. لقد تعدينا مرحلة إظهار صور الأطفال والرد على القتلى. وصلنا لنقطة يجب أن نرى فيها العدالة، لأن التاريخ إما سيسجل هذه اللحظة كلحظة قام فيها مجلس الأمن بأداء مسؤولياته وواجباته، أو لحظة أظهر فشله الكامل في حماية شعب سوريا. وعلى أي حال فالولايات المتحدة سترد. أما المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فقد اتهم واشنطن بتدريب أشخاص على فبركة مشاهد لهجمات كيماوية غير حقيقية لإسقاط الرئيس السوري. قام الطرف الأمريكي بتدريب أشخاص على الدعاية الكاذبة لهجمة كيميائية مزعومة لم تحدث وهي مفبركة بالكامل.
هذا النظام السوري تكرهه بعض العواصم الغربية، وبالتالي يسعون لإسقاطه. وقد تحدثوا أمام شاشات التلفاز عن تكرار الهجمة العام الماضي بالأسلحة الكيميائية. وفي هذا الصباح كانت هناك قذائف على مطار تيفور بحمص. وفي الواقع هذا شيء يقلقنا. وفي ظل تلك التصريحات والاتهامات المتبادلة، تظل جميع الاحتمالات مطروحة خلال المرحلة الراهنة في المسألة السورية. وقد اتهم الكرملين الولايات المتحدة وحلفائها بأنها ترفض مواجهة الحقيقة فيما يخص الهجوم الكيميائي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. وأكد الكرملين أنه يواصل جهوده الدبلوماسية فيما يخص تصعيد التوتر الأخير في سوريا. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده في ألا تصل الأمور في سوريا إلى ما أسماه مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة. وأكد بوغدانوف خلال مؤتمر صحفي أن موسكو لا تزال تجري اتصالات عملية مع واشنطن بخصوص تطورات الأوضاع في سوريا، وأن الطرف الروسي يأمل في أن تنتصر العقلانية في سوريا بحسب تعبيره. وصلت حافلات تقل مسلحي ما يسمى جيش الإسلام إلى مدينة جرابلس شمال غرب سوريا بعد اتفاق مع الجيش السوري برعاية روسية يقضي بخروج المسلحين من مدينة دوما. يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج أكثر من 3000 مسلح مع عائلاتهم من دوما خلال الساعات 24 الماضية. وقد أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عميق قلقها من سقوط قتلى مدنيين في مدينة دوما السورية. كما عبرت المفوضية عن القلق بشأن موجة نزوح جديدة وكبيرة من غوطة دمشق الشرقية، لافتة إلى نزوح أكثر من 133 ألفا من غوطة دمشق على مدى أسابيع قليلة. عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعا مع نيكوس خريستو ليدس وزير خارجية قبرص، حيث ناقش الوزيران عددا من القضايا المهمة من بينها العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر والتعاون الثلاثي بين البلدين واليونان وقضايا الطاقة والتطورات في شرق البحر المتوسط، فضلا عن مسائل إقليمية أخرى. وقد قال وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستوليدس تناولت العلاقات الثنائية وتطور أوجه التعاون المشترك. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران بمقر وزارة الخارجية، أكد شكري أن لقاءات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس تدفع في سبيل دعم العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما. تناولنا خلال مباحثاتنا العلاقة الثنائية ومجالات التعاون المختلفة والخطة المستقبلية لتوسيع رقعة مجالات التعاون، وأيضا استعرضنا التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ عدد من المشاريع التي كان قد تم الاتفاق عليها من خلال زيارة القمة التي جمعت بين الرئيس القبرصي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أن مشاوراته مع نظيره القبرصي تناولت قضية السلم والأمن في منطقة الشرق المتوسط خاصة سوريا وفلسطين. وأكد شكري على خيار السلام القائم على العدل بما يسمح بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. تناولنا أيضا التحديات العديدة التي تواجه البلدين في إطار حفظ السلم والأمن في شرق المتوسط، الأوضاع في سوريا والتوتر الراهن، وأيضا القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، المصالحة، الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأي تأثيرات قد تأتي على هذه القضية من جراء أي أعمال فردية والعمل المشترك لاستمرار الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. باعتبار ذلك هو أساس المبادرة العربية والتوجه الاستراتيجي العربي نحو تحقيق السلام. كما أشاد وزير الخارجية بالدور القبرصي في تعريف دول الاتحاد الأوروبي بحقيقة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في مصر،
مشددا على مبدأ المعاملة بالمثل في ظل الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تباحثنا أيضا فيما يتعلق بكل ما تقوم به أبرص من خلال تعريف دوائر الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي بما يجري في منطقة شرق المتوسط وما يجري في مصر. الحكومة الأبرصية طلعت بدور هام في دعم التوجهات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وأنا أشكر معالي الوزير على ذلك، وأؤكد حرص مصر على استمرار التفاعل الإيجابي مع قبرص وبقية شركائها في الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. من جهته أكد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستوليدس أن المباحثات تطرقت لعمل الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدا أن الآلية تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة. ما نحاول فعله من خلال هذه الآلية الثلاثية هو تعزيز علاقاتنا وكذلك تعزيز الاستقرار والأمن شرق المتوسط، لأننا جيران وعلينا مواجهة نفس التحديات، ونحن نؤمن أن مواجهة هذه التحديات تتم عن طريق العمل المشترك. ما سنقوم به وبالأخص من خلال الآليات الثلاث سيقوي الرابطة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، كذلك لتعزيز علاقاتنا ولتستمر على نحو استراتيجي لسنوات مقبلة. جولة الرابعة مستمرة مع حضراتكم. نعم، بعد فاصل لقاؤنا. من جديد نعود ونرحب بحضراتكم. أقر جيش الاحتلال بصحة الفيديو الذي يظهر فيه قناص من جيش الاحتلال وهو يطلق النار على فلسطيني أعزل، ويظهر في الفيديو عملية قنص نفذها جندي على الحدود بين دولة الاحتلال وقطاع غزة. يأتي نشر هذا الفيديو في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال انتقادات شديدة بسبب إصراره على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيا خلال هذه التظاهرات. قالت وزارة الخارجية الروسية إن استخدام إسرائيل للقوة ضد الفلسطينيين عشوائي وغير مقبول. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ما وصف بالقوة المميتة خلال قمع تظاهرات ومسيرات العودة التي خرج فيها آلاف الفلسطينيين للمطالبة بحق العودة، ما أسفر عن استشهاد نحو 32 شابا فلسطينيا فضلا عن إصابة ما يزيد على 1000 آخرين. بدأت قوات حرس الحدود السعودي باستلام موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بشكل كامل، تمهيدا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين. وتسلمت قوات حرس الحدود المنفذ من إدارات الجمارك والجوازات لتبدأ عملية الإشراف على المشروع المزمع تنفيذه خلال سنة واحدة وفقا لوسائل إعلام سعودية. وبحسب الوسائل ذاتها فإن المشروع سيمول بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص على أن تكون السيادة سعودية كاملة. أعلن مجلس النواب الليبي عن فرض حالة الطوارئ في جنوب البلاد خلال جلسة اليوم، وذلك بعد استهداف العديد من تمركزات الجيش الليبي. وتشهد منطقة الجنوب اضطرابات أمنية حيث وقع بها تفجير انتحاري استهدف بوابة الكانشيلو العسكرية في محيط منطقة الجفرة الواقعة إلى الجنوب من مدينة سيرت في فبراير الماضي. أعلنت القوات الأمنية العراقية تمكنها من القبض على إرهابيين بحوزتهم مواد خطرة شمالي العاصمة العراقية بغداد. وأوضح المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي أن القوات الأمنية نفذت عملية في محافظة صلاح الدين أسفرت عن القبض على ثلاثة ممن وصفتهم بالإرهابيين بحوزتهم قاعدة إطلاق صواريخ. أعلنت السفارة الروسية في لندن أن إعادة توطين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بلد آخر ستكون انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي. في سياق متصل، اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي أن وراء العرض المقترح لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة تحت أسماء مختلفة
ما هو إلا بمثابة محاولة لإخفاء الضحايا. وقد غادرت يوليا ابنة العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال المستشفى بعد أكثر من شهر على وقعة التسمم مع والدها بغاز أعصاب. وقد عثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري جنوبية إنجلترا، وظلا في حالة وصفت بالحرجة لأسابيع حتى بدأ في التعافي. وتتهم لندن وعدة دول غربية موسكو بالضلوع في هذا الحادث، والذي أدى إلى موجة طرد متبادل لأعضاء بعثات دبلوماسية روسية وأوروبية لدى الطرفين. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جلسة مباحثات مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في موسكو، وأعرب لافروف عن أمله في أن تسمح المباحثات بتبادل الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتخفيف التوتر بشبه الجزيرة، مؤكدا على استعداد موسكو لمشاريع ثلاثية بمشاركة الكوريتين. وقد قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تقريرا إلى كبار مسؤولي حزبه الحاكم في بلاده يتناول الوضع في شبه الجزيرة الكورية. ويتطرق التقرير إلى ما أسماه آفاق الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية. وقد أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي تحدث للمرة الأولى رسميا عن الحوار مع الولايات المتحدة في الوقت الذي لم تتضح فيه معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته على اتصال بكوريا الشمالية، مضيفا أنه يعتزم مقابلة نظيره الكوري الشمالي خلال شهر مايو أو أوائل يونيو المقبلين. وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لنزع القدرات النووية لكوريا الشمالية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر القمة الأمريكية اللاتينية المزمع عقدها يومي 13 و14 من هذا الشهر للتركيز على الأزمة السورية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه إلى العاصمة البيروفية ليما بدلا من ترامب، والذي سيبقى في بلاده من أجل الإشراف على خيارات الرد الأمريكي على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم دول العالم طالبها بالنهوض بدورها لمواجهة تحدي تغير المناخ. وخلال كلمته أمام المنتدى الأسيوي على جزيرة هاينان الصينية، اعتبر غوتيريش أن العولمة قد ساهمت في الحد من الفقر، ولكنه استدرك قائلا إن أعدادا كبيرة من الناس أصبحوا في طي النسيان، وقال إنه يأمل في نتيجة أكثر إنصافا. قدمت الصين شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم. وجاء في نص الوثيقة التي قدمت في الخامس من الشهر الجاري أن بيكين طلبت عمليا بدء مشاورات مع إدارة الولايات المتحدة فيما يخص بعض التدابير التي تطال منتجات الفولاذ والألومنيوم. أشارت الوثيقة إلى أن بيكين تنتظر ردا من واشنطن على الطلب المقدم، وتأمل بأن يتم تحديد موعد ومكان مقبولين من الطرفين لإجراء هذه المشاورات. وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ ببدء بلاده لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي. وخلال المنتدى الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية والذي يطلق عليه اسم منتدى ديفوس الصيني، أكد الرئيس الصيني على عدم سعي بكين إلى تحقيق فائض تجاري، مشددا على أنه لا تراجع عن توجه العولمة الاقتصادية الذي تنتهجه بلاده. تأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الأولى بأكثر من 375 مليار دولار. أعربت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها لاحتجاز طائرة مدنية خاصة في مطار مقديشو الدولي في الصومال، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي تحت تهديد السلاح، ما تسبب في تأخر إقلاع الطائرة. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها إن هذه الخطوة غير قانونية وتعد مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
بدأت قوات وحرس الحدود السعودية باستلام موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل تمهيدا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين. وتسلمت قوات حرس الحدود المنفذ من الجمارك والجوازات لتبدأ عملية الإشراف على المشروع المزمع تنفيذه خلال سنة وفقا لوسائل إعلام سعودية. وبحسب الوسائل ذاتها فإن المشروع سيمول بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص على أن تكون السيادة السعودية كاملة. جولة الرابعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم، نلقاكم بعد فاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. من الشأن المحلي الآن، حيث ترأس رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، وذلك بحضور وزيري الخارجية والري وممثلي عدد من الجهات المعنية. تم خلال الاجتماع استعراض ما تم في الاجتماع التسعي بشأن سد النهضة والذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية، حيث عرض وزيرا الخارجية والري تقييمهما للمخرجات الخاصة بالاجتماع في ضوء المناقشات التي تمت خلاله، فضلا عن التصور بالنسبة لمسار المفاوضات مستقبلا بما في ذلك الاتصالات الجارية مع كل الأطراف لتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل خلال هذا الشهر، فضلا عن التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن. وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين وإعداد تقارير متكاملة بهذا الشأن. جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء، حيث استعرضت اللجنة التوسعات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية الطاقة 2020-2035، فضلا عن خطة توسعات مشروعات قطاع الكهرباء. كما استعرضت اللجنة الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض ببناء الإسكندرية. قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بإحالة أوراق 36 عنصرا تكفيريا من العناصر التابعة لتنظيم داعش إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية ثبوت ضلوعهم في التفجيرات التي استهدفت كنائس البطرسية بالعباسية وماري جرجس بطنطا والمرقسية بالأسكندرية، والتي راح ضحيتها عدد من شهداء الوطني فضلا عما أوقعته من مصابين من المدنيين ورجال الشرطة. وحددت المحكمة جلسة 15 من مايو المقبل للنطق بالحكم. أوضحت وزيرة الهجرة سفيرة نبيلة مكرم خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إجراءات توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين بالخارج، أوضحت أن شهادة أمان حققت نجاحا كبيرا داخل مصر، لذلك كان مطلب المصريين بالخارج هو طرحها بالدول العربية. عارفين المبادرة اللي كان طرحها سيادة الرئيس، وهي شهادة أمان اللي موجهة للعمالة الغير منتظمة والعمالة اللي ليس ليها دخل ثابت. الحقيقة كان طرح جيد جدا ولاقى قبول من المواطنين داخل مصر، وعشان كده الحقيقة نقلت هذا الشعور لأبناء الوطن في الخارج من المصريين المقيمين في الخارج، وخاصة في أثناء الجولات اللي قمت بيها لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. والحقيقة بعد معرفتهم بشهادة أمان وبإعجابهم الحقيقة وتقديرهم أنه القيادة السياسية بتهتم بهذه الشريحة من العمالة، كان ليهم طلب ان هم كمصريين في الخارج ايضا ينضموا الى الشرائح اللي بتسجل او بتشتري هذه الشهاده. وقد اوضح رئيس مجلس اداره البنك الاهلي هشام عكاشه ان الشهاده سيتم طرحها من خلال منافذ وفروع البنك بالخارج. الشهاده هي نفس شهاده امان المطروحه للمصريين كافه في مصر، اللي هي بفئات من 500 جنيه لحد 2500 جنيه، و في حالة الوفاة قبل سن 60 بيتم التعويض، بيصرف من خلال شركة التأمين للورثة الشرعيين أو لو حدد أي ورث تانيين غير الورثة الشرعيين. في الحالة دي ال 500 جنيه بياخدها، لو لم يسترد الأموال بياخدها 600 جنيه، إنما لو في حالة الوفاة لا قدر الله 500 جنيه بياخد 10,000 جنيه في حالة وفاة طبيعية، وفي حالة وفاة بحادث 50,000 جنيه، وبتصل الشهادة اللي ب 2500 جنيه إلى 250,000 جنيه في حالة الوفاة لا قدر الله بحادث. فهي شهادة زي ما بقول هي
بتدي الأمان للمصريين داخل مصر واللي خارج مصر. وده أفتكر كان الاهتمام السيدة وزيرة الهجرة إن المصريين اللي بره كمان يوصل لهم هذا المنتج اللي يأمن لهم أسرتهم وأسرهم وزويهم هنا في مصر. ومن ناحيته أشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الشهادة تحمل نفس المميزات التي تم طرحها داخل مصر للمصريين بالخارج. احنا بنقول للناس احنا الناس اللي خارج مصر احنا فاكرينكم وهتتمتعوا بنفس الشهادة اللي بيتمتع بيها اللي داخل مصر لأن كلكم مصريين وكلكم بتعملوا في الخارج أو في الداخل فأنتم أبناء مصر. فده كان الغرض وده اللي معالي الوزيرة قايمة بهذا الدور، هي شهادة تمتع بها نفس المصري اللي هنا أو اللي خارج مصر. وزي ما تفضل أخي هشام إنه طرق الدفع زي شهادة البلاد اللي عملناها هتمشي بنفس الطريقة ففي سهولة في التعامل في هذه الشهادة. فده ملخص سريع، احنا بس بندي رسالة لأنه طبعا الرئيس السيسي لما أعلن عن هذه الفكرة والبنوك قعدت الوطنية مع كان ساعتها البنك المركزي وهيئة الرقابة وطلعت بالمنتج ده اللي أنا شايف إن هو منتج يعني مميز لشعب مصر بدون مصاريف إدارية وبدون كشف طبي. أصيب 4 مواطنين في حادث انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة بابا بمحافظة الجيزة. وأوضح نائب المحافظ علاء الهراس أن العقار المنهار كان من بين العقارات الصادر لها أمر إزالة، لافتا إلى أن انهيار العقار تسبب في انهيارات وتصدعات في واجهة منزلين مجاورين للمبنى المنهار. وقد قرر محافظ الجيزة كمال الدالي تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار. ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر ومحافظات الصعيد، وذلك برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. وأوضح السجيني أن مشروع القانون يضع أولوياته لتطوير الصعيد بشكل يعمل على خلق فرص تنمية وعمل حقيقية للشباب الفترة المقبلة. تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها. دشن محافظ أسوان اللواء مجد حجازي والقنصل الصيني بالقاهرة تحالفا يضم 3 محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في مشروع بنبان بطاقة إجمالية قدرها 186 ميجاوات وبكلفة استثمارية تقدر ب 180 مليون دولار. وقال محافظ أسوان على هامش وضع حجر الأساس للمشروع، قال إن التحالف يضم 3 شركات من دول الصين وإسبانيا والمملكة العربية السعودية إضافة إلى إحدى الشركات المصرية، ما يؤكد أن عجلة التنمية تدور بقوة في هذا المشروع. وأضاف أن المشروع يوفر آلاف فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب على أن تكون الأولوية لأبناء قرية بنبان بمركز دراو ثم باقي مراكز محافظات أسوان. وقال اللواء مجد حجازي محافظ أسوان على هامش وضع حجر الأساس لمشروع 3 محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في مشروع بنبان، قال إنه لن يتم السماح بأي إنشاءات معمارية قبل الاتفاق على تخطيط منظم مع الشركات المنفذة. لكن أنا مش هوافق لحد أي حد ينشئ أي حاجة في الموقع كله بصفة عامة، على طبعا الشغل اللي هو الداخلي بتاع حقول الطاقة الشمسية، الحاجات الفنية اللي هي الداخلية دي طبعا كل واحد تبقى المتخصص من الطاقة الجديدة المتجددة. لكن غير كده المنشآت اللي هي العامة أو منشآت حاجات مش خاصة بحقول الطاقة نفسها أو محطات الكهرباء ديت لازم الأول نعرف لها تصور كلنا ونتفق عليه كلنا ونبقى عارفينه، وبعد كده نقول والله خلاص ده هنا التصور ده تخطيط العمراني بتاع المنطقة دي، إن هنا طريق يبقى هنا طريق، إن دي منطقة خدمات هيتعمل فيها كذا يبقى دي منطقة خدمات هيتعمل فيها كذا، لكن مش هنبدأ ولا نشتغل في هذا الموضوع خالص إلا بعد ما نشوف التصور كلنا ونتفق عليه، ولازم يوافق عليه جميع التنفيذيين في المحافظة. أمنيا صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه في إطار الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية والخارجين على القانون بمختلف المحافظات، أوضح أنه أثناء قيام حملة أمنية صباح اليوم باستهداف بعض العناصر الإجرامية في منطقة جبلية متاخمة لقرية أبو حزام بمركز نجع حمادي
بادرت بعض العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع أحد هذه العناصر الإجرامية، كما أسفر التعامل عن استشهاد الملازم أول محمدي رجب من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، فضلا عن إصابة آخر ومجند. وقد تم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. أقيم المؤتمر العلمي في القرية الذكية ملتقى ومعرض IDEA الذي يجمع عددا من شباب مصر المبتكرين والباحثين في مختلف المجالات العلمية. وخلال الملتقى أكد محمد عبد السلام مؤسس المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم أن الهدف من المؤسسة هو تسهيل عملية البحث العلمي للباحثين. الحقيقة احنا المؤسسة بتاعتنا مؤسسة يمكن لسه ناشئة، لكن معنية بـ 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 مش بتكريم الباحثين، لكن معنية بمساعدة او دعم الباحثين بكل ما نقدر نستطيع به، يعني بحيث ان احنا بنشوف الباحث بيبقى محتاج ايه، محتاج لابتوب، محتاج هليكوبتر، محتاج تلسكوب، ميكروسكوب، حاجات زي كده بنحاول نوفرها له. مؤتمر ده مؤتمرنا الثالث، احنا شهريا بنعمل ملتقى زي ده. وأضاف مؤسس المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم أن من بين أهداف هذه المؤسسة تحويل الأبحاث العلمية لابتكارات على أرض الواقع. احنا بنحاول على قد ما نقدر انه في المؤسسة وبتعاون مع شركائنا ان احنا نوجد حلقة وصل ما بين الباحث وافكاره وعقله وما بين رجال الاعمال والشركات، بحيث انه الافكار دي اللي مكتوبة في ورق تخرج للواقع ونبتدي نستفيد منها. قالت الطالبة نادين عبد العزيز إحدى المشاركات في الملتقى التكنولوجي لشباب مصر من المخترعين والباحثين إنها وجدت طريقة لقياس القرح عند المرضى. نتحول مشاهدينا مباشرة إلى وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أرض جمهورية مصر العربية الآن، وهذه الزيارة التي ستجمع بين ولي عهد أبو ظبي والرئيس السيسي للتشاور ومزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. هذه هي طائرة الإمارات العربية المتحدة وقد وصلت إلى مطار القاهرة في هذه اللحظات، نتابعها مع حضراتكم على شاشة أونلاين. وصول الطائرة الخاصة بولي عهد أبو ظبي إذن إلى مطار القاهرة الدولي، وقد حطت رحالها في هذه اللحظات إذانا ببدء زيارة رسمية من قبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها وبطبيعة الحال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من التباحث والتحاور حول العلاقات الثنائية الضاربة في جذور التاريخ منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولا إلى هذه اللحظة الراهنة التي اكتسبت فيها العلاقات المصرية الإماراتية زخما واضحا منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. سيأتي ولي عهد أبو ظبي في بدء الأمر بطبيعة الحال مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وكان من أول المهنئين الذين كتبوا عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم اتصل مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن جملة التهاني التي قدمت من عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين فضلا عن عدد من المسؤولين العرب. سيأتي ولي عهد أبو ظبي مهنئا ومتباحثا حول عدد غير قليل من القضايا التي باتت تشغل الإقليم في ضوء ما يعانيه الإقليم من استعار نيران بدت كبيرة للغاية. الزيارة التي تأتي في أعقاب زيارة كان الرئيس السيسي قد قام بها في فبراير الماضي، وقبل نحو شهرين اثنين فقط زيارة الرئيس السيسي كانت لدولة الإمارات، زار خلالها إمارة أبو ظبي والتقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كما زار إمارة دبي والتقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتباحث حول عدد كبير من القضايا. انطلق الرئيس السيسي من العاصمة العمانية مسقط إلى دولة الإمارات. ينتظر إذن أن تستمر هذه الزيارة التي ينتظر أو بالفعل ستكون قد بدأت في هذه اللحظات، ستستمر يومين وقبل أيام قليلة فقط من انطلاق القمة العربية في المملكة العربية السعودية، تماما كما كان دأب المسؤول الإماراتي الرفيع ولي عهد أبو ظبي في قبل انطلاق القمة العربية التي كانت في البحر الميت بالعاصمة الأردنية قبل عام وشهرين تقريبا أو قبل عام وشهر من الآن. كان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في زيارة إلى القاهرة للتباحث
حول عدد غير قليل من القضايا. القضية اليمنية ستكون حاضرة، تطورات الأوضاع في سوريا ستكون حاضرة، هذه اللحظة إذن التي يظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما كان متوقعا مستقبلا ولي عهد أبو ظبي الضيف الإماراتي الكبير، الذي ليست هذه بطبيعة الحال هي الزيارة الأولى ولن تكون على الأرجح الزيارة الأخيرة، جملة زيارات حرص ولي عهد أبو ظبي على الاتيان بها إلى القاهرة، فضلا عن زيارات بالجملة كذلك قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء تنسيق مستمر. وكان حتى ولي عهد أبو ظبي مدعوا وبشكل دائم لحضور عدد كبير من المحافل، سواء كانت تلك التي تمس صميم الواقع المصري وكذلك عدد كبير من المحافل الإقليمية والدولية التي كانت الإمارات حريصة على أن يكون تمثيلها رفيعا ورفيعا للغاية عبر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يأتي في زيارة كما من المتوقع ألا تكون هي الزيارة الأخيرة. ستستمر الزيارة ليومين، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وستطرح قضايا جملة للنقاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن إذانا بنزول ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. في هذه اللحظة تحديدا ينزل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقبله بأسابيع قليلة كان وزير الخارجية الإماراتي شقيقه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في زيارة إلى القاهرة، والتقى الرئيس السيسي كما التقى وزير الخارجية. نتابع إذن هذه اللقطات. وصول تكتسب الزيارة على ما يبدو طابعا خاصا، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ينزل منفردا من هذه الطائرة التي حطت رحالها قبل دقائق في مطار القاهرة الدولي، والقضايا التي ستطرح على ما يبدو ستكون مرتبطا بواقع العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبو ظبي، وكذلك عدد كبير من التطورات، لعله السفير الإماراتي لدى القاهرة من بين مستقبلي ولي عهد أبو ظبي عند وصوله القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما المعتاد في أرفع تقليد على مستوى الاستقبال يتوجه هو مباشرة لاستقبال ولي عهد أبو ظبي، ثم يتوجهان مباشرة إلى مقر الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي لفترة استراحة قصيرة، ربما يكون هناك حتى حديث ونقاش جانبي بعد هذا الاستقبال، على أن يتوجه الزعيمان مباشرة إلى قصر الاتحادية لعقد قمة ثنائية. هذه الزيارة التي ينتظر أن تستمر لمدة يومين سيتم التباحث حول عدد كبير من القضايا. الإمارات ولها مسيرة واسعة وواسعة للغاية على مستوى التبادل التجاري، وكان هناك اجتماع على مستوى اللجنة المصرية الإماراتية المشتركة بحضور وزير التجارة والصناعة المصري السيد طارق قابيل ووزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان المنصوري، هذا الاجتماع الذي كان قبل أسابيع وتم فيه الحديث عن ضرورة توسيع آفاق التعاون التجاري بين القاهرة وأبو ظبي، وكذلك الحديث كان لا يزال مستمرا عن الاستثمارات المباشرة التي تأتي دولة الإمارات كواحدة من أكبر الدول العربية التي تعرف طريقها صوب استثمارات مباشرة في مصر في أنحاء مختلفة، فضلا عن وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات، وكان لهم المشهد الواضح في حضور طاغ على مقار السفارة المصرية لدى أبو ظبي، وكذلك القنصلية الإماراتية في دبي والتي شهدت حضورا واسعا وطاغيا مكثفا من أبناء الجالية المصرية هناك، وكذلك تسهيلات بدت ملحوظة وبشهادة الجميع من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتيسير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستحقاق الرئاسي والذي انتهى في الداخل والخارج بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فترة رئاسية جديدة. ستكون عدة تحديات مطروحة على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما يكون من بين أول هذه القضايا ما سيتم التباحث بشأنه في هذه الزيارة التي بدأت الآن لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي ينتظر أن تستمر ليومين، وسيستقبل كذلك الرئيس السيسي غدا نظيره البرتغالي في زيارة ستكون هي الأولى للرئيس البرتغالي بعد زيارة كان الرئيس السيسي قد قام بها في نوفمبر من عام 2016 في العاصمة البرتغالية لشبونة. ينضم إلينا الآن السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا وسهلا بحضرتك. الظرف الإقليمي يبدو بالغ الدقة، وإذا كانت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبو ظبي هي محل اعتبار من قبل الجميع على المستوى الشعبي قبل المستوى الرسمي حتى، لكن الظرف الإقليمي يقول بأن شيئا ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة، ما هو برأيك؟ يعني قبل 5 أيام من عقد قمة الدمام القمة العربية الدورية في ظروف إقليمية زي ما حضرتك قلت، مشهد إقليمي بيشهد تطورات
قد تؤدي إلى حرب في سوريا وضربات عسكرية أمريكية مجددة في ظل إدارة ترامب لمواقع عسكرية سورية خلال 24 ساعة القادمة. فمن الطبيعي أنه القاهرة وأبو ظبي ينسقان مواقفهما تجاه هذه التطورات المتلاحقة والسريعة. ومن ناحية أخرى أنه القاهرة وأبو ظبي ومع الرياض يشكلون داخل قمة الدمام يوم 15 أبريل الجاري محور للتعقل واستعادة المبادرة العربية للتعامل مع الأزمات العربية، الأزمات الساخنة العربية اللي هي محور التطورات الإقليمية المتسارعة والمتلاحقة الخطيرة، هي كلها في الأساس أزمات عربية، لكن نرى إنه القوى الدولية والقوى الإقليمية هي التي تحدد الخطوات وتحدد الهامش التحرك في إيجاد أو في تنفيذ القرارات الأممية. وأنا لهذا يجب أن أسأل حضرتك، ما إذا كانت كل القضايا العربية اللي حضرتك أشرت إليها هل لا يزال بها فضاء أصلا للتحرك العربي، ولا الأفق مسدود عبر اللاعبين الدوليين الغربيين؟ إذا العالم العربي ممثلا في أعلى قمة في العمل العربي المشترك المؤسسي ألا وهو القمة العربية، إذا العالم العربي في القمة العربية لا يستطيع أن يقرأ ما يدور على الأرض في سوريا وفي العراق ويرى أنه الصراع الجديد، الحرب الباردة الجديدة بين الغرب من جانب وروسيا من جانب آخر بيتم ممارستها على أراضي عربية وفي سوريا تحديدا، أعتقد يبقى إحنا في موقف حرج جدا. أعتقد الشعوب العربية بتتطلع إلى هذه القمة ويحدوها الأمل أن القادة العرب يستعيدون زمام المبادرة والمبادئة مرة أخرى لإحتواء الصراعات المستقبلة في الأراضي العربية وفي سوريا. طيب سعاد سفير معلش، يعني العلاقات العربية أصلا على مستواها الثنائي تثار حولها في هذه الأيام جملة من الاستفسارات وعلامات الاستفهام، العلاقات العربية مع قطر يبدو أن بها مشكلة وخللا واضحا، العلاقات الإماراتية الصومالية حتى في ضوء تردي العلاقات الاقتصادية بينهما على خلفية إبطال عقود عدة لشركة موانئ دبي العالمية والشكوى الإماراتية التي بدأت تظهر تذمرا واضحا من الاستيلاء على 10 ملايين دولارات تقريبا في طائرة مدنية إماراتية، المسألة يبدو أن فيها مشكلات أصلا في فهم العلاقات العربية العربية، كيف يمكن للعرب على هذا النحو أن يصيغوا تصورا واحدا لقضاياهم أصلا؟ حضرتك المشاكل اللي حضرتك أشرت إليها دي يعني تتضاءل في أهميتها وفي تأثيرها على الأمن القومي العربي. إذا تحدثنا عن الوضع في سوريا والوضع في ليبيا والوضع في اليمن والوضع في العراق ومحاربة الإرهاب العابر للحدود، خصوصا انه بالنسبه للنقطه الاخيره يا فندم، حضرتك طبعا والساده المشاهدين متابعين او على علم انه تنظيم داعش بيعيد تنظيم نفسه مره اخرى. فهذه المشاكل الصغيره اللي حضرتك اشرت اليها يعني اعتقد ان ممكن ايجاد حلول لها، لكن طيب هي تبدو صغيره في ذلك، لكن انا اعتذر من حضرتك لانه انا لم يعد امامي مزيد من الوقت، اكرر اعتذاري من حضرتك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق معقبا على العلاقات المصريه الاماراتيه وافق التعامل مع القضايا المختلفه في ضوء زياره ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان، والذي وصل قبل لحظات وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياره تستغرق يومين. وصلنا مع حضراتكم الى نهايه هذه الجوله الاخباريه، الى الملتقى باذن الله.